السلام عليكم يا باشمهندسين، هنكمل مع بعض مجموعة الفيديوهات الخاصة بكورس الهيت ترانسفير. وفي الفيديو دوت هنكمل كلامنا عن تشابتر 8 اللي هو بعنوان انترنال فورسد كونفكشن. الفيديو دوت هناخد النقطة اللي هي الثالثة في التشابتر دوت واللي بعنوان الجنرال ثيرمال اناليسيس. هنشوف العملية بتاعت الثيرمال اناليسيس على الفلويد اللي ماشي في التيوب بيكون عامل ازاي، وهنعمل الاناليسيس دوت على الحالتين اللي بيمثلوا الوول كونديشنز المختلفة اللي ممكن اي فلو سيكشن بيكون متعرض له، اللي هي الحالة الاولانية لو الفلو سيكشن دوت يعني زي البايب او زي الداكت دوت او زي التيوب دي متعرضة لكونستنت سيرفيس هيت فلكس، والحالة الثانية لو الفلو سيكشن دوت متعرض لكونستنت سيرفيس تمبريتشر. عشان يكون الفيديو دوت كله كده يعني مترتب في ذهنك، الفيديو دوت الهدف الاساسي ان احنا لما بنعمل العمليه بتاعت الثيرمال اناليسيس اقدر ان انا اطلع ثلاث حاجات: اقدر اني اعرف شكل التمبريتشر ديستريبيوشن جوه الفلو سيكشن بتاعي هيكون عامل ازاي، ازاي درجات الحراره هتتغير جوه الفلو سيكشن دوت، ازاي ان انا اقدر احسب الريت اوف هيت ترانسفير، وازاي ان انا اقدر احسب درجات الحراره المختلفه. يعني عايز احسب درجات الحراره بتاعت الفلويد عند اي مكان جوه البايب، عايز احسب درجه حراره الفلويد اللي خارج، عايز احسب درجه حراره الفلويد اللي داخل. على سبيل المثال عاوز احسب درجه حراره السيرفس بتاعت البايب ذات نفسها. فكل دوت هنقدر ان احنا نستعرضه مع بعض في خلال الفيديو دوت، وبرده كل ده هنبدا ان احنا نتعامل معاه في الاثنين وول ثيرمال باوندرز الموجوده عندنا. الاولاني لو كان كونستانت سيرفس هيت فلكس، والتاني لو كونستانت سيرفس تمبريتشر. النقطة الأولانية اللي عايزين نتكلم عنها وهنبدأ بيها، ودي بقى الحكام المعاني، هو شكل الانرجي بالانس ايكويشن بيكون عامل ازاي. احنا هنا بنتعامل ان انا عندي ستيدي فلو، هو الفلو بتاعتي ستيدي ستيت ماشي في بايب بيكون موجود. فبيقول لك لو ما فيش اي ورك انتر اكشن، يعني مثلا ما فيش اي الكتريك ريزيستنس موجود عندنا، ده من امثله الورك انتر اكشن اللي هي السورس بتاع جنريشن للانرجي بيكون موجود. فالمعادله بتاعت الكونزرفيشن اوف انرجي للفلويد دوت اقدر ان انا اقول ان الكيو دوت اللي هو الريت اوف ماس ترانسفير عباره عن الام دوت سي بي في الدلتا تي بتاع الفلويد في الاتش اي في التي اس ماينس التي مين. لو جينا حبينا بس نربط القانون دوت باللي احنا مثلا قلناه قبل كده في الموضوع بتاع الاكسترنال، زي مثلا لو احنا عندنا ادي كده فلات بليت بيكون موجود عندنا، وكنا بنقول لو هنفترض ان الفلات بليت التمبريتشر بتاعته تي اس بيعدي كده عليه فلويد، وكانت التمبريتشر بتاعت الفلويد دوت سي ان هو داخل بتي انفينيتي، فانا عشان كنت احسب ريت اوف هيت ترانسفير كنت بقول ان انا عندي الكيو دي عباره عن الاتش في الاي في التي اس ماينس التي انفينيتي. ولكن طبعا عشان زي ما وضحنا في الفيديو اللي فات ان احنا المشكله ما فيش هنا عندنا الفري ستريم تمبريتشر موجوده للفلويد، فانا ما يقدرش ان انا في الانترنال بتعامل بالتي انفينيتي، لكن في الجزء بتاع الانترنال فلو بتعامل بحاجه اسمها الافريج تمبريتشر او المين تمبريتشر. واستعرضنا طرق الحساب بتاعها بيكون عامل ازاي. ليه بنستخدم بالافريج او المين تمبريتشر؟ لان انت في الانترنال فلو زي المنظر الموجود عندنا هنا دوت، لو هنفترض التمبريتشر بتاعتنا تي اس، فالفلويد بتاعك عند الوول بيكون نفس التمبريتشر بتاعه الوول. كل ما هتبعد عن السوليد وول بتبدا التمبريتشر تتغير، ممكن ان هي تزيد ممكن تقل على حسب مين فيهم اعلى. فلو هنفترض ان هي مثلا بتقل، فهي هتقل لحد ما توصل للتي مينيمم الكلام دوت كده عند السنتر، وترجع تسيد لحد ما توصل في الناحيه الثانيه هنا، يبقى هنا هتكون عندنا تي مينيمم. فبالتالي انا هاخد القيمه المتوسطه او الافريج او المين بتاع درجات الحراره، دي هتكون التي مين، ودي طبعا بتختلف من كروس سكشن لكروس سكشن تاني زي ما احنا وضحنا في الفيديو اللي فات. ولكن بشكل عام عشان نقدر نحسب ريت اوف هيت ترانسفير، يا اما الام دوت سي بي دلتا تي للفلويد او الاتش اي تي اس ماينس التي مين مش التي انفينيتي. الترم بتاع الدلتا تي بتاع الفلويد ده بيمثل الفلويد تمبريتشر ديفرنس، درجه الحراره او الفرق في درجه الحراره للفلويد ذات نفسه. يعني سي لو انت عندك بايب والفلويد داخل على البايب بتمبريتشر تي انلت ولتكن تي اي، والاكزيت تمبريتشر بتاعته هي تي اي الاكزيت تمبريتشر، فالدلتا تي فلويد دي المقصود بيها الاكزيت تمبريتشر ماينس الانلت تمبريتشر اللي هي التي اي ماينس التي اي. طيب التي اس ماينس التي مين ده التمبريتشر ديفرنس ما بين الفلويد والسيرفس، اللي هو زي ما وضحناها كده من شويه تي اس ماينس التي انفينيتي لما كنا بنتعامل في الاكسترنال فلو، هنا هتكون تي اس ماينس التي مين.
هنبدأ من المعادلة ديت بقى، ننطلق كده في الاناليسيس بتاعنا، في زي ما قلنا في التو كيسز الموجودين، كونستانت سيرفيس فلكس او كونستانت سيرفيس تمبريتشر. طب ممكن حد يسأل سؤال، هو ما ينفعش يكون في عندي حالة الوول بتاع الفلو سيكشن بتاعي متعرض لكونستانت فلكس وكونستانت تمبريتشر؟ الإجابة لا، لازم يكون عندك واحدة من الاثنين، ما ينفعش الاثنين يكونوا موجودين مع بعض. فهنبدأ دلوقتي كده بأول حالة اللي هي الكونستانت سيرفيس هيت فلكس. يعني انت عندك بايب، البايب ديت متعرضه لهيت فلكس. يعني انا مثلا لو جيت عند البايب ديت فبقول ان انا قيمه الكيو اللي البايب ديت متعرضه له ديت معروفه عندي وكونستنت، انا عارف القيمه بتاعتها. طيب نبدا، لو انا عايز احسب الريت اوف هيت ترانسفير، لو انت عاوز تحسب الريت اوف هيت ترانسفير في الحاله ديت، تعالى بقى نطبق القانون اللي احنا قلناه من شويه، ان الكيو بتساوي الام دوت سي بي دلتا تي بتاع الفلويد، او الام دوت سي بي في التي اي ماينس التي اي. هل اسهل اقول او ان انا احسب الكيو من القانون بتاع نيوتن، ولا استخدم قانون الهيت فلكس في الاريا؟ احنا كده كده اصلا عارفين ان ريت اوف هيت ترانسفير ده عباره عن الكيو مقسومه سوري عباره عن الكيو مضروب في الاريا، تمام؟ ده عباره عن الريت اوف هيت ترانسفير عندنا. طيب وزي ما قلنا ان انت عندك دوت برضو تقدر تجيبه من المعادله بتاعه نيوتن، الاتش في الاي في التي اس ماينس التي مين. في الحاله بتاعتنا هنا اللي هي الكونستانت سيرفيس هيت فلكس، انت كده كده الكيو عندك كونستانت ومعروفه، يبقى اسهل لك لو انت عاوز تحسب الكيو استخدم القانون الاولاني اللي موجود عندنا دوت، وتجاهل الصوره بتاعت قانون نيوتن ديت دلوقتي. يبقى انا اقدر اقول ان الكيو اللي هي الام دوت سي بي في الدلتا تي بتاع الفلويد هي هي الهيت فلكس في الهيت ترانسفير اريا اللي موجوده عندي. لو عملت اعاده ترتيب للمعادله ديت وجبت الاكزيت تمبريتشر في طرف لوحدها، فاقدر اقول ان الاكزيت تمبريتشر بتاعه الفلويد هي الانلت تمبريتشر بتاعه الفلويد بلس الكيو في الاي على الام دوت في السي بي. هنا ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، اول حاجه هو ال تي ان وال تي اوت. هل ال تي ان وال تي اوت دول درجه الحراره في مكان معين، ولا بيمثلوا ايه؟ احنا قلنا من شويه ان احنا بنتعامل بالانترنال بحاجه اسمها ال تي مين، المين تمبريتشر او الافريج تمبريتشر بتاعه الفلويد. فببساطه جدا التي اي دي عباره عن التي مين الموجوده عند الانلت، يعني عند الاكس بتساوي صفر. لو هنفترض مثلا ان البايب بتاع ديت كان طولها ال، يبقى التي اوت او التي اكزيت دي عباره عن المين تمبريتشر او الافريج تمبريتشر بتاعه الفلويد بتاعنا عند المخرج، يعني عند الاكس بتساوي ال. طيب يبقى التي اي والتي اي هم تي مين، بس ده عند مكان وده عند مكان تاني، لان احنا قلنا ان الافرج تمبريتشر بتاعه الفلويد هتختلف من مكان لمكان. طيب لو جينا برضو نبص على ملاحظه تانية موجوده هنا عندنا من القانون اللي احنا وصلنا له دوت، ان المين فلويد تمبريتشر دلوقتي بتتغير بشكل لينير مع الفلو دايركشن. يعني ايه؟ يعني لو بصينا على القانون، انت عندك التي اي ادي كده الاكزيت تمبريتشر بتساوي التي اي، الفلويد هيكون داخل بتمبريتشر ثابته، يبقى ال تي اي ديت ثابت بلس الكيو في الاي على الام دوت سي بي. الكيو ده كده كده ثابت، الام دوت ثابت، السي بي برضو ثابت. طب الاريا بتاعت البايب الهيت ترانسفير اريا، لو احنا كده جينا بصينا هنا على الهيت ترانسفير اريا بتاعت البايب ديت شكلها عامل ازاي، فببساطه ادي مثلا المنظر بتاع البايب بتاعي، تمام؟ فالهيت ترانسفير هيحصل شايف في الدايركشن دوت. يبقى انت عندك ان الهيت ترانسفير اريا دي هتكون عباره عن الباي في الدي في ال، وخد بالك الباي في الدي دوت اللي هو بيمثل عندي البريمتر، عشان هيبدا نستخدم القانون بتاعنا في صوره ان الاريا عباره عن البريمتر في ال في خلال الفيديو دوت، فالاريا عباره عن البريمتر في ال. طب الدايمتر بتاع البايب دوت ثابت، الاريا بتاعتنا هي التوتال سيرفيس اريا ثابته، بس انا ممكن اقول ايه؟ ان انا عندي مثلا عايز ادرس الهيت ترانسفير او عايز احسب المين تمبريتشر عند المكان دوت، يعني عند مثلا سي مسافه اكس 1 وعايز احسب المين تمبريتشر عند المكان دوت سي ان هو مسافه اكس 2، فانا اقدر اقول ان جنرال يبقى الاريا بتاعتي دي عباره عن الباي في الدي في الاكس، والاكس دوت اللي هو بيتغير من اول صفر لحد نهايه الباي بتاعتي اللي هي ال، تمام؟ يبقى لو كل الترمات بتاعتي ثابته، التي اي ثابت، الكيو ثابت، الباي في الدي ثابت، الام دوت ثابت، السي بي ثابت، فهلاقي ان القيمه بتاعت التمبريتشر بتاعت الفلويد بتاعتي دي هتكون بروبورشنال مع الاكس. يعني كل ما انت هتمشي في البايب المين تمبريتشر بتاعت الفلويد هتتغير
بالتبعيه مع اول تغير دوت هيكون لينير. يعني لو جينا كده نبص على منظر الكيرف دوت، ادي البايب بتاعتنا اللي متعرضه لكونستانت هيت فلكس. هنركز هنا دلوقتي على الخط الازرق دوت، يبقى هنا البدايه عند الاكس بتساوي صفر، ادي الانلت تمبريتشر بتاع الفلويد، ادي عند الاكس بتساوي ال، دي الاكزت تمبريتشر بتاع الفلويد، ودرجه حراره الفلويد بتتغير بشكل لينير مع المسافه اكس الموجوده عندنا من اول ما تبدا عند التي اي لحد ما بتبدا عند الاكزت تمبريتشر. ولو خدت بالك هو على الخط الازرق دوت حاطط لك تيمين عشان يبين لك اي نقطه موجوده على الخط هي الافريج او المين تمبريتشر عند الكروس سكشن دوت ذات نفسه. فدي كده اول حاجه ناخد بالنا منها في الاناليسيس بتاعنا. في حاجه تانيه مهمه دلوقتي، احنا برضو كنا لسه بقى بنتكلم ان انا عندي زي ما الكيو عباره عن الام دوت سي بي دلتا تي، من القانون بتاع نيوتن اقدر اقول ان الكيو عباره عن الاتش في الاي في التي اس ماينس التي مين، واقدر برضو ان انا اسويها بالحته بتاعت الهيت فلكس في الاريا. لو الاريا هتضيع مع الاريا من هنا اقدر اقول الهيت فلكس طبعا الصوره العاديه بتاعت قانون نيوتن اللي احنا عارفينها، الاتش في التي اس ماينس التي مين. لو عملت اعاده ترتيب برضو للمعادله ديت فاقدر اجيب بقى التي اس في طرف لوحدها، فاقدر اقول ان التي اس دي بتساوي التي مين بلس الكيو اوفر اتش. تمام، وهنا برضو المعادله دي نقدر نستنتج منها هو شكل التي اس هيتغير ازاي. طيب التي ام هو كده كده متغير، يعني انت خد بالك لو جينا عملنا عند المعادله ديت، ادي المعادله بتاعتنا بتقول اهي ان انت عندك ان التي اس دي عباره عن التي مين بلس الكيو اوفر اتش. كده كده دوت ده مش كونستنت، يعني التي مين ديت مش ثابته، دي بتتغير عندنا بس التغير بتاعها بيكون لينير مع الاكس. يبقى انا عندي التي مين دي فانكشن مع الاكس، الكيو ده اللي ثابت. تمام، يبقى تعالى بقى نبص على اتش. الاتش والله لو احنا كده فاكرين الرسمه بتاعتها في الفيديو اللي فات، لو قلنا ادي كده التول بتاع البايب بتاعي، كنا في الفيديو اللي فات حتى عملنا الاكس اكسس بتاعنا او اللي هو بيمثل الاكسيال ديستنس في البايب بالاكس على الدي، وادي القيمه بتاعه الاتش. فانت عندك الهيت ترانسفير كوفيشنت بيبدا عالي وبيبدا ان هو يقل تدريجيا لحد ما بيوصل لثبات، ولما بيوصل لثبات فساعتها كده بنقول ان احنا وصلنا للمنطقه اللي هي الفولي ديفلوبد. يبقى انت خد بالك هنا الاتش عندك ليها شقين، ان في عندك منطقه في البايب اللي هي الانترنس ريجن الاتش بيتغير فيها، وفي منطقه في البايب اللي هي الفولي ديفلوبد الاتش فيها ثابته. فلو الاتش عندك ثابت، يعني لو احنا دلوقتي جينا هنا قلنا ان انا في المنطقه اللي هي الفولي ديفلوبد، فلو انا في المنطقه الفولي ديفلوبد يبقى بالتالي القيمه بتاعت الاتش ديت هي كمان ثابته، يبقى انا الترم بتاع الكيو على الاتش كله ده هيكون ثابت. يبقى دلوقتي نستنتج ان التي اس هتتغير زي ما التي ام هتتغير. فلو التي ام اللي هي المين تمبريتشر بتتغير بشكل لينير مع الاكس، يبقى السيرفس تمبريتشر برضه هتتغير بشكل لينير مع الاكس، بس خد بالك هنا في المنطقه الفولي ديفلوبد فقط. تمام، يبقى ده الاستنتاج، يبقى السيرفس تمبريتشر فاريز لينيرلي مع البايب، بس الكلام ده في الفولي ديفلوبد ريجن. يعني لو رجعنا للرسمه اللي عندنا برضو اللي اتكلمنا عنها من شويه، ادي كده في الفولي ديفلوبد ريجن سي مثلا ان الدوتد لاين ده الخط اللي بيفصل ما بين الانتري ريجن والفولي ديفلوبد ريجن عندنا، فالمنطقه اللي هي الفولي ديفلوبد ديت هلاقي ان الخط الاسود بتاعنا دوت اللي هو بيمثل السيرفس تمبريتشر الفاريشن بتاعه بيكون بشكل لينير. طيب في المنطقه اللي هي الانتري ريجن اللي موجوده عندنا ديت او الانترنس ريجن، تغير قيمه السيرفس تمبريتشر في منطقه الانترنس ريجن مش شرط ان هي تكون لينير، لان بالاساس التغير بتاع الاتش في المنطقه ديت هو مش بيكون لينير. فان كان حتى شكله ظاهر لينير عندنا، ولكن دوت مش شرط ان احنا نقول ان الفاريشن بتاع السيرفس تمبريتشر بيكون او التغير بتاعه مع الاكس بيكون لينير في منطقه الانترنس ريجن. فيبقى انا عندي دلوقتي ان المين تمبريتشر بتاعت الفلويد هي بتتغير لينير بطول البايب بتاعك بالكامل، والسيرفس تمبريتشر بتتغير بشكل لينير في المنطقه بتاعت الفولي ديفلوبد ريجن بس. فيبقى انا اقدر اقول الفرق اللي هو الدلتا تي اللي هو عباره عن التي اس ماينس التي مين بتاع الفلويد ده بيكون ثابت دايما طول ما انت في المنطقه بتاعت الفولي ديفلوبد. يبقى في المنطقه بتاعت الفولي ديفلوبد عندك الخط ادي كده بتاع التي اس، وادي الخط بتاع التي مين المين تمبريتشر بتاعت الفلويد، هما بيكونوا بارلل لبعض، فيبقى الفرق بينهم دايما بيكون ثابت. فعشان كده حتى هتلاقي في المنطقه بتاعت الفولي ديفلوبد الشكل بتاع البروفايل بتاع التمبريتشر بتاعك بيكون ثابت. يعني لو جينا هنا كده بصينا، ادي الجزء من البايب دوت ده بيكون في المنطقه اللي هي الفولي ديفلوبد، ف
ايا كان التي اس وايا كان التي مين بتاع الفلود بتاعك، دايما هتلاقي ان هم واخدين الشكل البارابوليك بتاعنا دوت، ودايما هيكون ثابت، يبقى نفس الشكل هنا هو نفس الشكل هنا، مهما الفلود بتاعك اتحرك. ولكن مش معنى ان الشكل ثابت ان درجات الحرارة ثابتة. احنا في الفيديو اللي فات على طول قلنا ان التمبريتشر بتتغير عندنا مع الاكس، الجزء بتاع الدايمنشنلس فورم بتاع التمبريتشر هو دوت اللي بيكون ثابت. فعشان كده هنا حتى هتلاقي بيقول لك ايه، ان هنا في الجزء دوت التمبريتشر هنا بتاعت السيرفس اسمها تي اس 1، لكن هنا اسمها تي اس 2. هنا التمبريتشر بتاع المين فلويد از فانكشن اوف ار دي هتكون مختلفه عن التمبريتشر هنا از فانكشن اوف ار، لان الاكس بتاعتنا اختلفت من مكان لمكان. اخر حاجه عاوزين نحسبها بقى هو الميل بتاع المين فيلم تمبريتشر بكام. يعني احنا كده لو جينا قلنا في الرسمه اللي فاتت بنقول ان انا عندي المين تمبريتشر بتاعت الفلويد هتتغير بشكل لينير بطول البايب، طب الميل دوت بقى بكام، السلوب بتاع الخط دوت بكام. قال لك السلوب بتاع الخط دوت عشان نقدر نحدده، فاحنا هنعمل انرجي بالانس على شريحه كده بتاعت فلويد موجوده في البايب، والسمك بتاعها دي اكس. يبقى لو هنفترض ادي المنظر بتاع البايب، فانا هاخد شريحه بس في البايب اللي هو الجزء الهايلايتد بازرق الموجود عندي دوت، وهطبق عليه انرجي بالانس. تمام، طيب الشريحه ديت هنفترض ان الانرجي كونتنت اللي داخل عليها الام دوت سي بي في التي مين، هيحصل تغير جوه للمين تمبريتشر بمقدار دي تي مين، يبقى المقدار بتاع الانرجي اللي خارج عندي هيكون عباره عن الام دوت في السي بي في التي مين بلس دي تي مين موجود عندي. يبقى لو عايز اجيب مقدار التغير بتاع الانرجي اللي حصل في الشريحه ديت هيكون عباره عن الام دوت سي بي دي تي مين دوت ناقص دوت. يبقى ازاي اقدر تاني ان انا اجيبه، يبقى انا عندي الام دوت سي بي في التي مين بلس الدي تي مين دوت الانرجي كونتنت اللي خارج ماينس اللي داخل الام دوت سي بي في التي مين، يبقى ده هيدي لك مقدار التغير، يبقى الام دوت سي بي دي تي مين ده مقدار التغير اللي حصل في الفلويد اللي في السلايس الشريحه اللي احنا شغالين عليها ديت. طيب التغير ده حصل ليه؟ نتيجه الهيت فلكس اللي جاي له من البايب، وانا كده كده عارف الهيت فلكس كيو، وانا كده كده عارف القيمه بتاعت الكيو الهيت فلكس، بس عشان الام دوت في السي بي في الدي تي مين ده بيدي لك وحدات بالوات، يبقى انا مش هينفع اتعامل بالهيت فلكس، لازم اتعامل بريت اوف هيت ترانسفير. يبقى انا عندي الهيت فلكس ده هيتضرب في الاريا بتاعت السلايس، الاريا بتاعت السلايس اللي هي الدي اي. انا الدي اي اللي هي الاريا بتاعت الشريحه ديت، احنا قلنا لو انت فاكر من شويه ان الاي بتكون عباره عن البريمتر مثلا في الاكس، يبقى الدي اي ديت هتكون عباره عن البي دي اكس، يبقى دي الاريا بتاعت السلايس ذات نفسها، وادي كده البي مضروبه في الدي اكس. لو جيت وديت الدي اكس مع الدي تي ام في طرف لوحده، فاقدر اقول ان الدي تي ام باي دي اكس هو دوت بقى الترم اللي بيمثل السلوب، ان ازاي التي ام بتتغير مع الاكس. فرقنا ان الكلام دوت هتساوي الكيو مضروبه في البريمتر على الام دوت في السي بي، وكل الترمات ديت ثابته، الكيو ثابت، البريمتر ثابت، الماس فلو ريت ثابت، السي بي ثابت. لو جيت عملت انتجريشن للمعادله بتاعتي ديت، يعني جيت كده فصلت متغيرات وعملت انتجريشن، فانا اقدر اقول انا مثلا المعادله بتاعتي دي بتقول ان انا عندي ال دي تي ام باي دي اكس الكلام دوت هتساوي الكيو في البريمتر على الام دوت في السي بي، فودي ال دي اكس الناحيه الثانيه، فهتلاقي ان المعادله ان ال دي تي ام هتساوي الكيو في البريمتر على الام دوت في السي بي دي اكس، واعمل انتجريشن من صفر لحد اي مكان جنرال اكس، عند الاكس بتساوي صفر المين تمبريتشر دي اللي هي الانلت تمبريتشر بتاعت الفلو تي اي، وهنا التي مين ديت بشكل جنرال هي المين تمبريتشر عند اي مكان اكس. يبقى لو انا قدرت اعمل الموضوع دوت، هقدر اقول ان التي مين ماينس التي اي عباره عن الكيو في البي على الام دوت سي بي في الاكس، او المعادله اللي موجوده قدامنا دلوقتي ان التي مين الافريج تمبريتشر او المين تمبريتشر بتاعت الفلويد عند اي مكان بقى في البايب من الاول للاخر عباره عن التي اي بلس الكيو في البي على الام دوت سي بي في الاكس. عايز اتاكد ان المعادله بتاعتي دي مظبوطه، احط الاكس بصفر، فهلاقي ان التي مين هي التي اي. لو حطيت الاكس بال، هتلاقي ان التي مين هتطلع القيمه بتاعتها بالتي اوت. يبقى دي معادله تانية انا اقدر استخدمها عشان احسب المين او الافريج تمبريتشر بتاعت الفلويد في اي مكان جوه البايب بتاعتي ديت.
كده احنا خلصنا الاناليسيس الخاص بالثيرمال كونديشن الاولانيه اللي هي الكونستانت هيت فلكس. هنتكلم بقى على الكونستانت سيرفيس تمبريتشر. الكونستانت سيرفيس تمبريتشر انت دلوقتي بيكون عندك ادي كده البايب عندنا، فالبايب ديت التمبريتشر بتاعتها التي اس، والمره دي التي اس ديت هي اللي ثابته، والفلويد بتاعك دوت هيكون داخل بتمبريتشر معينه اللي هيكون المين تمبريتشر تي اي، وخارج بتمبريتشر معينه تي اكزيت، وفي النص عند كل سيكشن هنا مثلا التي مين واحد، هنا عند المكان دوت في افريج تمبريتشر او مين تمبريتشر للفلود مختلفه عن المكان الاولاني وهكذا. فانت في عندك في النص عند كل سيكشن في قيمه معينه للافريج او للمين تمبريتشر الموجود عندي. عايز احسب ريت اوف هيت ترانسفير. ريت اوف هيت ترانسفير زي ما قلنا في السلايدز اللي فاتت، انت عندك الكيو ليها ثلاث طرق. اول طريقه اللي هي عباره عن الام دوت في السي بي في الدلتا تي بتاع الفلويد، او اللي هي عباره عن تاني الام دوت سي بي في الاكزيت تمبريتشر ماينس الانلت تمبريتشر بتاع الفلويد، او اللي هي عباره عن الكيو مضروبه في الاريا، او اللي هي من القانون بتاع نيوتن الاتش في الاي في التي اس ماينس التي مين. تمام، هنا مش هقدر طبعا ان انا استخدم ديت لان الهيت فلكس بتاعي مش ثابت، فهيكون عندي صعوبه. فيبقى انا لو عايز احسب ريت اوف هيت ترانسفير هنا عندي حلين، الام دوت سي بي في الدلتا تي بتاع الفلويد دي سهل ان احنا نتعامل معاها، مفيش اي مشكله فيها. المشكله بقى التانيه فين؟ لو انا عاوز استخدم القانون بتاع نيوتن التي اس ماينس التي مين، هنا السؤال انه تي مين؟ ما انا اصلا المين تمبريتشر بتاعت الفلويد دي بتتغير، هي التي اس هي اللي ثابته في الكيس بتاعتي او في الثيرمال كونديشن اللي عندي دوت، لكن المين او الافرج تمبريتشر بتاعت الفلويد دي مش ثابته، ده عند المدخل بقيمه، عند اكس بواحد بقيمه، عند اكس اتنين بقيمه، عند اكس تلاته بقيمه وهكذا. فعشان كده بيقول لك ايه؟ في حاله الكونستنت سيرفيس تمبريتشر لو انت عاوز تحسب الريت اوف هيت ترانسفير ام دوت سي بي في الدلتا تي بتاع الفلويد دي خلاص سهله مفيش فيها اي مشكله. لو عاوز تستخدم القانون بتاع نيوتن يبقى انت هتقول الاتش في الاي في الدلتا تي افريج. ايه الدلتا تي افريج؟ التي اس ماينس التي مين الافريج. يبقى احنا هنا عشان في كذا حته تي اس ماينس تي مين، انا ما فيش قيمه ثابته جوه البايب بتاعتي ديت اقدر اقول ان التي اس ماينس تي مين بكذا، فانا هاخد المتوسط او الافريج بتاع التي اس ماينس التي مين في البايب بتاعتي بالكامل، وده بيتسمى الافريج تمبريتشر ديفرنس ما بين الفلويد وما بين السوليد سيرفيس اللي موجود عندي. طيب الدلتا تي افريج دوت او اللي هو التي اس ماينس التي مين الافريج دوت يقدر يتحسب بكم طريقه؟ اقدر ان انا احسبه بطريقتين. اول طريقه اسمها الاريثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس وبتاخد الرمز دلتا تي اي ام، او اللوجاريثميك مين تمبريتشر ديفرنس وبتاخد الدلتا تي ال ام. تعالوا كده نبدا باول واحده، ناخد الاريثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس. الاريثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس بتقول لك ايه؟ بتقول لك دلوقتي هو احنا مش عاوزين نحسب التي اس ماينس التي مين الافريج بتاع الكلام دوت، هنقول له اه. طب انا في البايب بتاعتي دوت عندي كام تي مين مميزه؟ عندي 2 تي مين مميزه. الافريج تمبريتشر اللي هي عند الاكس بتساوي صفر، والافريج تمبريتشر بتاعت الفلويد عند الاكس بتساوي ال. فقال لك خلاص انا هاخد دلوقتي التي اس ماينس التي اي، ده كانه عباره عن التي اس ماينس التي مين الكلام ده عند الالت يعني عند الاكس بتساوي صفر، وهاخد كمان في اعتباري التي اس ماينس التي اكزيت الكلام ده كانه عباره عن التي اس ماينس التي مين والكلام دوت عند الاكس بتساوي ال. يبقى هاخد القيمتين دولت واحسب الديفرنس ما بين التمبريتشر بتاعت السوليد سيرفيس والتمبريتشر بتاعت الفلويد. فهقول الدلتا تي اريثماتيك مين عباره عن دلتا تي اي بلس دلتا تي اي اكزيت على 2. ايه الدلتا تي اي دوت؟ التي اس ماينس التي اي. ايه الدلتا تي اكزيت؟ التي اس ماينس التي اي او التي اوت، يعني الاوت او الاكزيت ايا كان الفرق. ساعات يعني في بعض الكتب بتحط تي اكزيت او بعض الكتب بتسميها التي اوتلت، سواء ديت او ديت مفيش اي فرق بين الاثنين. تمام، يبقى لو جمعت الموضوع دوت فاقدر اقول ان الاريثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس عباره عن التي اس ماينس التي اي بلس التي اوت او التي اكزيت على 2. المجموعه بتاعه التي اي بلس التي اوت على 2 ديت دي هنحط لها رمز تي بي اللي هي بتتسمى البلك فلويد تمبريتشر. يبقى ايه البلك فلويد تمبريتشر؟ المين تمبريتشر بتاعه الفلويد عند الانلت بلس المين تمبريتشر بتاعه الفلويد عند الاكزيت على 2
المجموعه دي اسمها البالك فلويد تمبريتشر. السيرفس تمبريتشر ماينس البالك فلويد تمبريتشر يبقى هي ديت الدلتا تي اريثماتيك مين اللي موجود عندي. يبقى كانه ازاي يقدر يجيب التي اس ماينس التي مين افريج؟ قال لك انا هجيب متوسط قيمه درجه الحراره بتاعه الفلويد. انا كده كده عندي التي اس ثابته، هطرح السيرفس تمبريتشر بتاعه الفلويد من متوسط قيمه درجه الحراره بتاعه الفلويد اللي موجوده عندي، فيبقى انا كده جبت الافريج temperature difference ما بين الفلويد وما بين السوليد سيرفيس. الطريقه بتاعت حساب الاريثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس ديت بيكون كده جواها في اسامبشن معمول، ان ايه هو؟ ان درجه الحراره بتاعت الفلويد هتتغير جوه البايب من التي اي للتي اوت بشكل لينير، شبه اللي احنا كنا قلناها في الكيس اللي فاتت. تمام، لو الكلام دوت حاصل يبقى انا اقدر استخدم الاريثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس. ولكن هل فعلا الكلام دوت بيحصل لو انا عندي السيرفس تمبريتشر ثابته؟ احنا خلاص عملنا تشيك على الموضوع دوت وقدرنا نثبت ان في حاله الكونستانت هيت فلكس التمبريتشر بتاعت الفلويد بتتغير بشكل لينير. بيزد على الكلام دوت طلع المفهوم بتاع الاريثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس. طيب عايزين نتاكد من صحه الكلام ده، هل في حاله الكونستانت سيرفس تمبريتشر تغير درجه حراره الفلويد بيكون لينير ولا لا؟ هناخد نفس الكنترول فوليوم اللي احنا عملنا عليه الانرجي بالانس في الكيس اللي فاتت. الكنترول فوليوم دوت هقدر اقول لو انا طبقت عليه الانرجي بالانس فالام دوت سي بي دي تي مين هيكون عباره عن اتش في التي اس ماينس تي مين في الدي اي. يبقى ده الانرجي بالانس بتاعنا، كان جبت الكيو من القانون بتاع الام سي بي دي تي مين، تمام، وجبت الكيو من القانون بتاع نيوتن وسويت الاثنين مع بعض. انا كده كده عارف ان الدي اي اللي هي الاريا بتاعت الكنترول فوليوم بتاعي دوت عباره عن البي دي اكس، دي خلاص اثبتناها. الدي تي ام اللي موجوده عندي هنا ديت اقدر ان انا اصيغها شويه اقول ان هي عباره عن ماينس الدي تي اس ماينس التي مين. انا بس صيغتها بالطريقه ديت عشان تبقى ايكويفالنت او مشابهه للحته بتاعت التي اس ماينس التي مين اللي انا عايز اوصل لها في الاخر. فانا بس سويت الاثنين مع بعض ماثيماتيكلي، يبقى التي اس ماينس التي مين التي اس دوت كده كده ثابت، يبقى لو اخدت سالب الديفرنشيشن بتاع المجموعه ديت هو دوت هيديني الدي تي مين. برضو لو حبينا نعمل الحته ديت عندي هنا، انا كل الفكره عاوز اجيب حاجه بتساوي الدي تي مين، بس انا عندي الرايت سايد من المعادله موجود في التي اس ماينس التي مين، تمام، وانا كده كده عارف ان التي اس بتاعي دوت كونستنت، فهو قال خلاص انا هاخد الديفرنشيشن بتاع التي اس ماينس التي مين. كده كده عشان السيرفس تمبريتشر بتاعتنا كونستنت يبقى المجموعه ديت لو عملت لها ديفرنشيشن ادي كده سالب دي تي مين، فعشان كده هو زود في الاول هنا نيجاتيف، عشان نيجاتيف مع نيجاتيف تضيع يبقى هلاقي فعلا ان الدي تي مين عباره عن نيجاتيف دي تي اس ماينس تي مين. لو اخدت الكلام دوت وعوضت بيه في المعادله اللي موجوده عندي فهلاقي عندي ان انا الام دوت في السي بي في النيجاتيف بتاع الدي تي اس ماينس التي مين، الكلام دوت هتساوي الاتش في التي اس ماينس التي مين في ال دي اي اللي هي عباره عن البريمتر في ال دي اكس. تمام، لو اخدت ال دي تي اس ماينس ال تي مين في طرف ومع ال تي اس ماينس ال تي مين يعني اعدت ترتيب المعادله فهلاقي ان ال دي تي اس ماينس تي مين على ال تي اس ماينس تي مين بتساوي نيجاتيف ال اتش في البريمتر على الام دوت سي بي دي اكس. يبقى تاني ده شكل المعادله اللي انا وصلت لها في الاخر بعد ما جمعت ال تي اس ماينس ال تي مين في طرف لوحده. لو انا جيت عملت انتجريشن للمعادله بتاعتي ديت، الانتجريشن حدود الدي اكس هتكون من الصفر لاي قيمه اكس على الطول بتاع البايب، والانتجريشن الناحيه الثانيه بتاع درجه الحراره هيكون من التي اي لحد التي مين زي ما عملنا في الدريفيشن في الكيس اللي فاتت. فهلاقي ان انا موجود عندي لين تي اس ماينس تي اكزيت على التي اس ماينس تي انليت، الكلام ده هتساوي نيجاتيف الاتش في الاي في الام دوت في السي بي. لو قعدت ترتيب المعادله وجبت التي اكزيت في طرف لوحدها هنا هلاقي بقى ان التي اكزيت بتساوي التي اس ماينس التي اس ماينس التي اي في اكسبوننشال نيجاتيف الاتش في الاي على الام دوت سي بي. معنى الكلام دوت ايه؟ معنى الكلام دوت هنا ان في ترم اكسبوننشال ظهر، يعني درجه الحراره بتاعه الفلويد بتاعتك مش بتتغير بشكل لينير مع الاكس، بتتغير بشكل اكسبوننشال مع الاكس. طب دلوقتي حد يقول انا دلوقتي المعادله اللي انا وصلت لها ديت دي كده اخر فورمه موجوده عندي، دي درجه الحراره بتاعه الاكزيت، تمام، هل الكلام دوت يتطبق على اللي في النص؟ ما احنا كده كده اصلا عارفين ان الاكزيت تمبريتشر ما هي الا الافريج او المين تمبريتشر بتاعه الفلويد عند الاكس بتساوي ايه. كاني بقول ايه ان في المعادله اللي موجوده قدامك دلوقتي ديت الاريا عباره عن البريمتر في ال،
ضربت في كل طول بتاع البايب بتاعتك، فانت جبت المين تمبريتشر عند الاكس بتساوي ال، او اللي هي عند الاكزت. لو انا عاوز بقى اعممها، بدل ما اقول ان الاريا عباره عن البريمتر في ال، اقول ان الاريا عباره عن البريمتر في الاكس. وفي الحاله ديت انا مش بحسب الاكزت تمبريتشر، بحسب بشكل عام المين او الافرج تمبريتشر. لو انا عملت الموضوع ده يبقى نفس المعادله، بدل تي اكزت هتبقى تي مين بتساوي تي اس ماينس التي اس ماينس تي اي، تي اي برضه في الاكسبوننشال نيجاتيف الهيت ترانسفير كوفيشنت في البريمتر في الاكس على الام دوت سي بي. المعادله دي كده بالصوره دي بتقول لك ان الفاريشن بتاع المين او الافرج تمبريتشر بتاع الفلويد بتتغير مع اكسبوننشال بتاع الاكس. يبقى انت في عندك اكسبوننشال فاريشن. يبقى لو جينا حتى نبص على شكل التمبريتشر ديستريبيوشن، ادي البايب بتاعتنا فلويد داخل بتي اي وخارج بتي اكزيت، التمبريتشر بتاعت السوليد سيرفيس دلوقتي هي ثابته، التي اس ثابته اللي هو الخط الاسود اللي فوق، لكن التمبريتشر بتاعت الفلويد ذات نفسه داخل بتي اي وخارج بتي اوت او تي اكزيت، والتغير بتاع المين تمبريتشر بتاعت الفلويد هنا بتكون بشكل اكسبوننشال. ودي مشكله في الاريثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس. يبقى احنا قلنا الاريثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس بالاساس بتفترض ان الفلويد فاريشن مع الاكس هو لينير شبه الحاله بتاعت الكونستانت هيت فلكس، ولكن احنا اثبتنا ان الكلام دوت مش صحيح. يبقى معنى كده ايه؟ ان انا ما اقدرش اعتمد في الحسابات بتاعتي على الاريثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس، لازم يكون الدلتا تي افريج هي حاجه تحط في اعتبارها الاكسبوننشال فاريشن بتاع التمبريتشر بتاعت الفلويد اللي موجوده عندي. طب الكلام ده هنعمله ازاي؟ الكلام ده هنعمله ببساطه بالفكره بتاعت اللوجاريثميك مين تمبريتشر ديفرنس. طب اللوجاريثميك مين تمبريتشر ديفرنس جت منين؟ احنا عارفين ان الكيو عباره عن الام دوت سي بي في التي اي ماينس التي اي، القانون اللي احنا قلناه في الاول عشان نحسب ريت اوف هيت ترانسفير. ولسه قايلين من شويه او وصلنا للمعادله ان لين تي اس ماينس تي اكزيت على التي اس ماينس التي اي بتساوي نيجاتيف اتش اي ام دوت سي بي. المعادله اللي انا لسه وصل لها دلوقتي ديت لو عملت اعاده ترتيب جبت الام دوت سي بي في طرف لوحده هيطلع عندك بتساوي كل الكلام ده سالب اتش في الاي على اللين بتاع درجات الحراره اللي موجوده عندنا. خد المعادله ديت تمام، يعني او حط الام دوت سي بي فوق في المعادله الاولانيه، فيبقى انا اقدر اقول ان الكيو بتساوي ادي الصوره الجديده بتاعت الام دوت سي بي اللي انا لسه جايبها في التي اي ماينس التي اي. الكلام ده هتساوي ايه بقى؟ الصوره الاصليه بتاعت قانون نيوتن الاتش في الاي في الدلتا تي افريج. الاتش في الاي متكرره في الاثنين، يبقى الدلتا تي افريج هتساوي كل الباقي. يبقى الدلتا تي افريج سالب التي اي ماينس التي اي على الترم بتاع اللين، وهو ديت الصوره اللي اتسمت لوجاريثميك مين تمبريتشر ديفرنس لان الترم بتاع اللين ما هو ظاهر في المعادله بتاعتي. فيبقى انت عندك الدلتا تي افريج في الحاله ديت او اللي هي اللوج مين تمبريتشر ديفرنس عباره عن الانلت تمبريتشر بتاع الفلويد ماينس الاكزيت تمبريتشر بتاع الفلويد على لين، السيرفيس تمبريتشر ماينس الاكزيت تمبريتشر على السيرفيس تمبريتشر ماينس الانلت تمبريتشر، او ممكن بيعاد ترتيبها ويتقال ان اللوج مين تمبريتشر ديفرنس الدلتا تي بتاعه التمبريتشر عند الاكزيت ماينس دلتا تي التمبريتشر عند الانلت على لين دلتا تي اي على دلتا تي اي. وبرده خلينا كده نفكر الناس، احنا قلنا ان الدلتا تي اي ده عباره عن التي اس ماينس التي اي، الدلتا تي اكزيت ده هيكون عباره عن التي اس ماينس التي اكزيت. يبقى لو انا جيت طبقت الجزء اللي فوق عشان محدش يتلخبط، بيقول احنا كنا عاملين تي اي ماينس تي اكزيت بس حطينا دلتا تي اكزيت ماينس دلتا تي اي. لو انت عملت الموضوع دوت دلتا تي اكزيت هيكون عباره عن التي اس ماينس التي اكزيت ماينس دلتا تي اي التي اس ماينس التي اي، فهتلاقي ان الكلام دوت السيرفيس تمبريتشر هتضيع مع بعض هيتساوي نيجاتيف الاكزيت تمبريتشر بلس التي اي او اللي هو التي اي ماينس التي اي. يبقى وصلنا لنفس الصوره اللي موجوده عندنا. خد بالك ان في القانون بتاع اللوجاريثميك مين تمبريتشر ديفرنس في ميزه ان هو مرن جدا، يعني احنا لسه قايلين ان الدلتا تي لوجاريثميك مين دلتا تي اي ماينس دلتا تي اي على لين دلتا تي اي على دلتا تي اي. القانون فيه مرونه ان انت تبدل الدلتا تي مع بعض بس المهم تحافظ على الترتيب. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول دلوقتي ان الدلتا تي لوجاريثميك مين دي عبارة عن الدلتا تي اي ماينس دلتا تي اي. هل في مشكلة لو بدلت؟ مفيش مشكلة، بس لازم تحت لما تكون عامل اللين هيكون لين دلتا تي اي على دلتا تي اي. يبقى لازم مراعاة الترتيب، اللي انت بادئ بيه فوق هو اللي انت هتبدأ بيه العملية بتاعت اللين الاسم اللي موجود عندك تحت.
يبقى احنا كده وصلنا للصورة العامة بتاعت القانون الدلتا تي لوجاريتمك مين. برضو هو زي الارثماتيك مين تمبريتشر ديفرنس، هو بيراعي حتة التمبريتشر او الافريج تمبريتشر ديفرنس ما بين الفلويد وما بين السوليد سيرفيس، بس هنا تزود الترم بتاع اللين اللي هو بيعمل او بيأكاونت لحتة الاكسبوننشال فاريشن في التمبريتشر بتاعت الفلويد عندنا. اخر ملاحظة هنتكلم عليها في الفيديو دوت هتكون في القانون بتاع الاكزيت تمبريتشر اللي احنا لسه جايبينه واثبتنا حتة الاكسبوننشال فاريشن اللي هي بتقول ان exit temperature TS minus TS minus TI في الاكسبوننشال نيجاتيف اتش اي على الام دوت سي بي. المجموعه بتاعه الاتش في الاي على الام دوت سي بي، لو حد جرب اليونتس بتاعتها الاتش في الاي على الام دوت سي بي، المجموعه دي كلها ملهاش وحدات، دي dimensionless. تمام؟ يعني ايه؟ يعني لو انت حطيت الوحدات بتاعه الاتش والوحدات بتاعه الاي والوحدات بتاعه الام دوت وحدات السي بي كله هيكنسل بعضه في الاخر، والمجموعه ديت بتسمى number of transfer units وبتاخد رمز NTU. يبقى ايه number of transfer units؟ عباره عن المجموعه الدايمنشنلس اللي هي عباره عن الهيت ترانسفير كوفيشنت في الهيت ترانسفير اريا على الماس فلو ريت في الهيت كاباسيتي. ايه الفكره بتاعت number of transfer units؟ قال لك number of transfer units بتبين لك الريدكشن ريت اللي بيحصل في التمبريتشر ديفرنس ما بين الفلويد والسوليد سيرفيس. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك لما احنا جينا عملنا الرسمه بتاعت التمبريتشر فاريشن بتاع الفلويد بتاعنا سي، ادي مثلا الاكس اوفر دي وادي دوت موجوده عندنا درجات الحراره، فاحنا قلنا ان هنا عشان عندي كونستنت سيرفيس تمبريتشر في التي اس وهذا الخط الهوريزونتال دوت، الفلويد داخل بتمبريتشر تي اي وبيبدا التمبريتشر بتاعته تزيد لحد ما بيوصل للمخرج اللي هي الاكزيت تمبريتشر. هنا كده في الاول بيكون عندنا تمبريتشر ديفرنس كبير ما بين السوليد سيرفيس والافريج تمبريتشر بتاع الفلويد، طول ما انت بتتحرك مع الاكس التمبريتشر ديفرنس ما بين الفلويد والسيرفيس بتقل، اتحركت اكس كمان التمبريتشر ديفرنس ما بين الاثنين هتقل، التمبريتشر ديفرنس هتقل وهكذا. فهو ده المقصود بالريدكشن اللي بيحصل في التمبريتشر ديفرنس بين الفلويد والسوليد سيرفيس. طيب انا دلوقتي الريت بتاع الريدكشن بقى اللي هو التمبريتشر ديفرنس ديت بتقل، العمليه بتاعت الريت بتكون ازاي؟ بتكون على حسب قيمه ال ان تي يو. يعني انا ممكن يكون عندي الفلويد تمبريتشر من التي اي للتي اي واخد الكيرف دوت، او ممكن يكون واخد الكيرف دوت، او ممكن يكون واخد الكيرف دوت. تمام؟ فكل ديت كيرفات سواء الاسود او الاحمر او الازرق دوت كيرفات بتبين لك ازاي التمبريتشر بتاعت الفلويد ممكن تتغير. فمثلا الكيرف اللي هو الاحمر اللي احنا راسمينه دوت ده بيقول لك ان انت في عندك ريدكشن ريت عالي، الدلتا تي ما بين الفلويد وما بين السيرفيس بتقل بسرعه جدا. تمام؟ الاسود لا متوسط، الازرق لا العمليه بتاعت الريدكشن بتحصل ببطء شويه. الفرق ما بين كل كيرف من الثلاثه دولت هيكون في القيمه بتاعت الاتش في الاي على الام دوت في السي بي. تمام؟ يبقى هو دوت اللي بيمثل الفرق بين الكيرفات دي وبعضها. لو جيت بصيت على كل كيرف من دولت هتلاقي ان الاتش في الاي على الام دوت في السي بي بتاعته بتكون مختلفه عن التاني، او النمبر اوف ترانسفير يونتس بتاعته بتكون مختلفه عن التاني. فهو ده المقصود ان النمبر اوف ترانسفير يونتس بتمثل الريدكشن ريت في التمبريتشر ديفرنس بين الفلويد والسوليد سيرفيس. حاجه كمان على نمبر اوف ترانسفير يونتس ان هي بتدي لك مقياس على كفاءه عمليه الهيت ترانسفير اللي بتحصل في السيستم بتاعك. بمعنى ايه؟ انا عمليه الهيت ترانسفير بتاعتي كل ما تكون كويسه يبقى الفلويد بتاعي هيسخن لحد ما يقرب من درجه الحراره بتاعت السوليد سيرفيس. لو هنفترض ان السوليد سيرفيس مثلا كان هو التمبريتشر بتاعته اعلى والفلويد بيسخن، تمام؟ فيبقى كل ما درجه حراره الفلويد بتقرب من السيرفيس تمبريتشر يبقى الهيت ترانسفير حاصل بشكل كويس. لو جينا كده بصينا على الرسمه ديت، هنا الرسمه دي بيقول لك ايه؟ ان انت عندك فلويد داخل بتمبريتشر 20 والتي اس كانت ب 100، الاكزيت تمبريتشر بقى بكام؟ بيقول لك والله لو ال ان تي يو دوت 0.01 الاكزيت تمبريتشر 20.8، يعني مفيش فرق تقريبا، هو ما كملش حتى 1 ديجري سيليزيوس. طيب النمبر اوف ترانسفير يونتس بقت 0.05 فبقى تقريبا 23.9 يعني 24 ديجري سيليزيوس، يعني زاد شويه. طب النمبر اوف ترانسفير يونتس بقى نص، فهلاقي ان الاكزيت تمبريتشر بقت 51.5، لا ابتدى الموضوع يزيد. النمبر اوف ترانسفير يونتس بخمسه لان الاكزيت تمبريتشر 99.5، نمبر اوف ترانسفير يونتس ب 10 لقينا ان الاكزيت تمبريتشر بتاعتنا 100. يبقى كل ما النمبر اوف ترانسفير يونتس بتزيد يبقى الكفاءه بتاعت عمليه الهيت ترانسفير احسن، يبقى الاكزيت تمبريتشر بتاعت الفلويد بتقرب من السيرفيس تمبريتشر بتاع الفلو سيكشن اللي هي بتكون ماشي فيه ذات نفسه. ولكن هنا خد بالك من حاجه،
ظاهريا ممكن يبان لك ان احنا والله عايزين اي عمليه الكفاءه بتاعتها اكيد تكون كويسه، فانا هزود النمبر اوف ترانسفير يونتس. ولكن هنا في مشكله، انت النمبر اوف ترانسفير يونتس كل ما هتزيد كل ما الاريا بتاعتك هتزيد، الاريا بتاعت البايب هتزيد، لان النمبر اوف ترانسفير يونتس هي الاتش في الاي على الام دوت سي بي. تمام، معنى ان الاريا هتزيد يعني انت حضرتك محتاج تزود الدايمتر بتاع البايب او محتاج تزود الطول بتاع البايب، فده هيعمل معاك تكلفه. يبقى ما ينفعش ان انت تقول ان انا وانا هاخد قرار في مصنع انا هزود النمبر اوف ترانسفير يونتس عشان احسن العمليه، لا، لان دوت ممكن من الناحيه الاقتصاديه يعني يكون ليه مردود سيء جدا على العمليه بتاعتي. فهنا لازم تعمل كومبرومايز بين الاثنين، يعني انا اكسبتد بالنسبه لي مثلا ان انا اشتغل بنمبر اوف ترانسفير يونتس 5 والاكزيت تمبرتشر تكون 99.5، عن ان انا ادفع فلوس واجيب اكويبمنت بتكون اكبر وبفلوس اكتر عشان اعمل نمبر اوف ترانسفير يونتس القيمه بتاعتها بتساوي 10 عشان الفرق بس يكون نص ديجري سيليزيوس. فهو ده المقصود، ان انت لازم تعمل كومبرومايز ما بين الافيشنسي بتاعت العمليه اللي انت محتاجها وما بين التكلفه اللي انت هتتكلفها في العمليه بتاعتك. ودي كده اخر نقطة احنا عايزين نتكلم عنها في الجزء بتاع الثيرمال اناليسز اللي موجودة عندنا دوت. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو دوت، وهنكمل ان شاء الله في الفيديوهات الجاية.